احتجاج الجامعة على التحكيم لن يغير هوية المتأهل للنهائي، وحسب الركراكي الأخطاء جزء من اللعبة، وفي المهم أهم الغائبين عن تشكيلة الأسود في مباراة التصنيف. لن تغير واقع تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال قطر 2022، والمنتخب المغربي استحق على الأقل ضربة جزاء وإنذار بوفال خطأ تحكيمي. كان هذا تعليق الناخب الوطني وليد الركراكي على الرسالة الاحتجاجية التي تقدمت بها الجامعة الملكية لكرة القدم للاتحاد العام لكرة القدم فيفا. هذه الأخيرة التي هنأت المنتخب المغربي على الإنجاز التاريخي الذي حققه عقب تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم، مؤكدة في شخص رئيسها أن هذا التأهل يؤشر على أن خارطة كرة القدم العالمية تتغير وتتطور، مضيفا أن وصول منتخب عربي إفريقي إلى نصف النهائي ليس وليد صدفة بل ثمرة عمل ونفس طويلين، مبديا إعجابه بأسلوب الناخب الوطني وليد الركراكي في اللعب. أما عن تشكيلة المنتخب لمباراة الترتيب في المونديال عصر غد، فأكد الركراكي أنه من المرتقب أن تشهد بعض التغيرات بحيث سيغيب قائد الأسود غانم سيس عنها، مضيفا أيضا أن هنالك نايف أكردو ومزراوي ومهاجم آخر مصاب قد يغيبون عن التشكيلة الرسمية لمباراة التصنيف. المهم، ما هي توقعاتك لمباراة الغد، وهل سيظفر المنتخب المغربي بالمركز الثالث في كأس العالم قطر 2022؟